وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا من سان بطرسبرغ دكتور عباس حبيش نائب رئيس المركز الثقافي الروسي العربي. دكتور عباس أهلا بك على شاشة القاهرة الإخبارية. بالنظر إلى ما يصدر من تصريحات من الطرف الأوكراني، هل تتوقعون دكتور عباس أن يتم تقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا في قمة الناتو المقبلة؟ مساء الخير لك سيدتي وإلى مشاهديكم الكرام. يعني أنا متأسف لأن الوقت متأخر هنا، لا أستطيع أن أخرج بشكل مباشر، ولكن بما أن هذا الموضوع حساس جدا ألا يعني أشكركم على استضافتكم لي، هذه من ناحية، ومن ناحية ثانية لنرد على السؤال. أولا في مسألة يعني اللقاء الذي سوف يتم في دولة ليتفا يعني في فيلنوس في 11/12 من هذا الشهر بعد يومين، لا أعتقد أبدا بأن هناك سيكون قرارات جدية من حلف الناتو بمسألة أن تكون أوكرانيا دولة من دول حلف الناتو. هناك يعني هناك مسائل معقدة لها علاقة بمن يدخل حلف الناتو، مع العلم بأبوابهم المفتوحة. تحدث هنا عن ما يتحدث دائما مسؤولين الأمريكيين عن مسألة أبوابنا مفتوحة، ولكن الدول التي عندها مشاكل حربية وعندها مشاكل جغرافية وعندها مشاكل مع دول مجاورة لا يمكن أن تدخل حلف الناتو. ولكن المسألة المهمة اليوم عندما تحدث الرئيس الأمريكي في الأمس على أنه من الممكن أن تعطي الولايات المتحدة وحلف الناتو ضمانات أمنية تشبه الضمانات الأمنية لإسرائيل، يعني هنا شيء يتكرر في الجغرافيا البشرية في مرحلة من 70-80 سنة حتى اليوم، وتعاد وتكرر المسألة بمسألة أوكرانيا. أولا هنا بما أنني عربي وأتشرف بهذا يثبت لنا التاريخ بأن ليس لنا حربا هنا مع الإسرائيليين الأعداء أو مع الصهاينة، ولكن نحن حربنا مع الأمريكيين. وهنا وقعت الحرب تحديدا ما بين الروس والأمريكيين على أرض أوكرانيا. يعني أريد أن أعطي هذه المقارنة حتى يعلم بها مشاهدنا ومستمعنا العربي بأن مصالح الولايات المتحدة الأمريكية ليس لها حدود بمسألة من هم جنودها وبيادقها. الآن للأسف الشديد بيادق الولايات المتحدة الأمريكية في أوروبا وفي أوروبا الشرقية هم الأوكران كما هم في الشرق الأوسط. لذلك لنعود إلى فيلنوس، لنعود إلى ما سيتفقون عليه. لا أعتقد أن هناك سيتم اتفاق في فيلنوس على مسألة أن تدخل أوكرانيا إلى حلف الناتو. ربما سيكون هناك طمأنة للأوكران، للسلطة الأوكرانية، للنظام الأوكراني بأننا في حال انتصرتم على الروس قد نأخذكم في حمايتنا النووية وحمايتنا العسكرية وإلى ذلك. نعم، إذن دكتور عباس أنت ترى أنه الموقف الأمريكي هو الحاكم لما سيخرج في قمة الناتو المقبلة، لأن هناك بعض الدول التي تدعو لأن تكون هناك ضمانات أمنية أو تكون هناك حتى عضوية جزئية. هذه الضغوط من قبل بعض الدول أنت ترى أنه الولايات المتحدة هي الفيصل؟ نعم نعم سيدتي العزيزة، الولايات المتحدة الأمريكية هي من تأخذ قرارها. لم يعد هناك قرار لدول حلف الناتو، ولا يوجد هناك قرار لا فرنسا ولا لألمانيا ولا للدول، حتى لتركيا نفسها التي تلعب على يعني 12 لعبة ما، لا أريد أن أتحدث عن هذا الموضوع بالتفاصيل أبدا. نعم. إذن أنت تتحدث دكتور عباس نعم عن أنه سيكون هناك طمأنة للأوكران، أليست المساعدات العسكرية غير المحدودة أو لا محدودة التي تدفع بها أمريكا في هذه الحرب أليست أيضا نوع من الطمأنة؟ لماذا قامت هذه الحرب إذن دكتور عباس من البداية؟ قامت لأن ربما أمريكا رفضت أن تعطي روسيا
وعد بألا تنضم أوكرانيا لحلف الناتو بشكل أو بآخر. سيدتي العزيزة، أعود وأكرر وأنا أشكرك على ما ذكرتي، روسيا لا يمكن لها أن تدخل في تلك الحرب منذ عام ونصف لو أعطي لها ضمانات أمنية غربية ومن حلف الناتو بأن لا يكون هناك تهديد للأمن القومي الروسي من خلال الأراضي الأوكرانية عليها. لذلك لم يتغير شيء حتى الآن، هناك إصرار أمريكي وإصرار غربي بأن روسيا يجب أن تكون تحت السيطرة السياسية والعسكرية والاقتصادية والمالية لدول الغرب. نعم دكتور عباس، أريد منك عفوا للمقاطعة تعليق سريع وأخير. الرئيس زيلينسكي يقول إن الرئيس بوتين سيكون مضطر للحوار إذا ما وجد القوات على حدود القرم، كيف ترد على ذلك؟ لا أبدا، أنا أعتقد لو أن وصلت المسألة إلى القرم للأسف الشديد سوف تستعمل روسيا سلاحها القوي، للأسف الشديد السلاح النووي. شكرا شكرا دكتور عباس حبيش، نائب رئيس المركز الثقافي الروسي العربي، ضيفنا من سان بطرسبرغ، شكرا جزيلا لك.